إن الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، خصنا بأفضل كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع، دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سيدنا حنظلة رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل كان يوما في بيته مع أهله ومع أولاده يلاعبهم ويداعبهم ويمازحهم، وبعد ذلك خرج من بيته وشعر أنه على حالة لا يرضاها الإسلام، شعر أنه يعيش نوعاً من النفاق ونوعاً من ازدواج الشخصية، نوعاً من ازدواج الشخصية بين حالتين، بين حالة يكون عليها عند النبي صلى الله عليه وسلم فيها خشوع، فيها تضرع، فيها قرآن، فيها ذكر ودعاء، فيها حالة إيمانية تكاد تكون ملائكية، وبين حالة كان عليها في بيته حالة من الحبور والسرور وملاعبة الزوجة والأولاد، فشعر حنظلة رضي الله عنه بأن هذا أمر مرفوض في الإسلام، ولقي في طريقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحكى له وشكى له هذه الوضعية، هل يعتبر هذا نفاقا؟ قال له نافق حنظلة، قال كيف ذلك؟ قال إننا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار، يحدثنا عن الآخرة وما ينتظرنا فيها، فنعيش حالة من الإيمان وحالة من الخشوع والخضوع والتأمل، بينما عندما ندخل إلى البيوت نلاعب الأولاد ونذهب إلى الضيعات أي البساتين والأموال والخضرة والماء، فهل هذا نوع من النفاق؟ فأجابه عمر رضي الله عنه، إذا كان هذا نفاقا فنحن كلنا نعيش هذه الوضعية. فذهب معا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فشكوا له الأمر أنهما يعيشان هذه الحالة، فقال أبو بكر أيضا إنه على نفس تلك الحالة، هل هم جميعا مخطئون؟ فذهبوا جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وذكروا له ما وقع من أمرهم، وهذا يقع من كل مسلم. لو أن الإسلام كلف الناس فوق هذا، لو أن الإسلام كلف الناس أن يكونوا دائما في حالة من الجدية وفي حالة من العمل للآخرة بالمعنى الخاص، أي بالتفرغ للأعمال الدينية من صلاة وصيام وقيام، لما استطاعه أحد. إن النصارى حاولوا أن يصلوا إلى هذه المرحلة بعد المسيح عيسى عليه السلام ولم يستطيعوا أن يمارسوا ذلك. قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها. ابتدعوا الرهبانية، أي التفرغ والانقطاع في الكنائس للعبادة، لكن قال الله عز وجل: فما رعوها حق رعايتها. لا يستطيع الإنسان أن يتفرغ، لأن الإنسان قد خلق الله عز وجل فيه نوازع أخرى، نوازع الحياة، نوازع المرح، نوازع اللعب المباح، نوازع الخروج على المعتاد في شأن العبادة والطاعة والتفرغ لها. لذلك عندما ذهب هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أجاب؟ قال لهم: يا حنظلة، لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة لصافحتكم الملائكة. والملائكة لا تصافح البشر، كأنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: أنتم لستم ملائكة، الملائكة هم الذين خلقوا للتفرغ للعبادة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، منهم الراكع أبداً ومنهم الساجد أبداً ومنهم الذاكر أبداً، بينما البشر أراد لهم الله عز وجل أن يعيشوا لحظاتهم وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لذلك قال له: ساعة وساعة يا حنظلة، نحن الآن خرجنا من شهر للتفرغ، أو كان فيه البعض متفرغا للعبادة والطاعة من صلاة وقيام وقرآن، وخرجنا للتو أيضا من مرحلة العمل ومرحلة الجد ومرحلة الدراسة أيضا لمن كانوا يدرسون. من حق الإنسان المسلم في ظل الشريعة الإسلامية أن يكون له وقت يستجم فيه ويرتاح، من حقه أن يأخذ حيزاً وقسطاً ولو لأسبوع أو أسبوعين، يلهو فيه اللهو المباح، يشعر فيه بالراحة بعد تعب. الله عز وجل يعلمنا في القرآن الكريم مشروعية الراحة بعد التعب، عندما يقول الله عز وجل لأهل الجنة: وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أي كنتم في عمل، كنتم في مشقة وتعب، الآن في الجنان وقت للراحة، وقت للاستراحة بعد تعب. خصوصا أن الإنسان عندما يشعر بالتعب فإنه يستحق أن يكون له وقت للراحة. أما الذي كان مستريحا خلال عامه كله وقد شبع نوما وراحة، فلا معنى للراحة بعد الراحة، ولا يستلذ الراحة إلا من تعب. وقد قال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب. يخاطب الله تعالى أهل الجنة أيضا فيقول في سورة الحجر: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون. ثم يذكر قضية التعب بعد ذلك فيقول: آخذين ما آتاهم ربهم، ويتحدث عن حالهم فيقول: لا يمسهم فيها نصب. هذا هو الشاهد عندي هنا: لا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين. خصوصا إذا كانت الأجواء أجواء الراحة مريحة نفسيا، ليس فيها كراهية ولا مشاكل ولا هموم. ولذلك قال الله عز وجل:
ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هنا نعم يشعر الإنسان بمعنى الراحة ومعنى اللذة والمتعة، وإن كانت أسفار الدنيا ورحلاتها وراحاتها لا تخلو من أتعاب ولا تخلو من هموم ومشاكل ومنغصات، يحدثك القرآن عن أن أفضل متعة وأفضل عطلة وأفضل راحة هي التي يقضيها المسلم في جنان الخلد بإذن الله، عندما ينزع الله ما في القلوب من غل، وعندما يتكئ الناس على السرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. في آية أخرى يعبر القرآن عن أهمية الراحة بعد التعب فيقول على لسان أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. النصب بمعنى التعب، لأنهم تعبوا في الدنيا، لأنهم تعبوا وعملوا واشتغلوا، من حقهم أن يرتاحوا، من حقهم أن يستمتعوا، لكن في انتظار هذه المتعة الكبرى في الآخرة لا بأس أن يكون للمسلم متعة صغرى في هذه الدنيا بعد تعبه وبعد عمله، أن يأخذ له أياما يشعر فيها بالراحة، يشعر فيها بالطمأنينة. لكن هذه العطلة أيضا في ديننا، لأن بعض الناس يستغل هذه الفرصة ويتفلت من كل الضوابط الشرعية، عندما يخرج من بلده، عندما يغادر البلد التي يعرفه الناس فيها، فإنه ينسحب من كل الضوابط الشرعية، لا تجده يحافظ على صلاة ولا طاعة، لا تجده يتحرى مكانا فيه اختلاط أو عري أو مجون. قبل أسبوع كان يبيت في ليلة القدر يدعو ربه ويتضرع ويخشع ويبكي، لكنه بعد أسبوع في شوال تجده إنسانا متفلتا من كل القيود. وما أكثر ما يقع هذا حتى لبعض المتدينين، بعض المتدينين الذين كانوا يبكون على الله في رمضان تجدهم في شوال وقد تفلتوا من كل هذه الحدود الشرعية. تلك حدود الله، إن الذي يعبد في رمضان هو الذي يعبد في شوال، إذا كنت تعبد رمضان فقد ولى، أما إذا كنت تعبد الله فإن الله حي لا يموت. لذلك الذي أريد أن أوصله إليكم أيها الإخوة هو أن في ديننا فسحة، هو أن ديننا لا يرفض لنا أن نتجول، لا يرفض لنا أن نعيش أياماً من الراحة، خصوصاً بعد تعب للطلاب والأساتذة والعاملين والعابدين حتى، لكن لابد أن ننضبط بشرعنا وأن ننضبط بديننا. لك أن تسافر، لك أن تتحرك، الله عز وجل يقول: أولم يسيروا في الأرض، القرآن يأمر بالسير في الأرض بالتحرك. الإمام الشافعي رحمة الله عليه الفقيه المعروف له قصيدة جميلة جدا في التنقل والأسفار، يقول: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب. الماء لو بقي في مكانه وطال عليه الزمان شهرا أو عاما فإنه يأسن أن يعطي رائحة كريهة. وهذا معنى جميل من الشافعي رحمه الله، يعطي فيه إشارة إلى الإنسان أن يغير البلد وأن يسافر قليلا
وأن يشعر بشيء من الراحة، يغير الأجواء، يغير الوجوه، من أجل أن يرجع إلى عمله مرة أخرى مرتاحاً، من أجل أن يرجع مرة أخرى وقد استعاد حيويته ونشاطه. لذلك يقول الشافعي رحمه الله: إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب، وإن لم يجري لم يطب. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عرب ومن عجم، أو من عجم ومن عرب. لو أن الشمس بقيت في السماء دائما، مع أن الحياة لا تستقيم بدونها، وقد تستقيم بدوني أو بدونك أو بدوننا جميعا، لكن لا تستقيم الحياة دون شمس. ومع ذلك من لطف الله أنه يديرها يوميا، فإذا بها تشرق وتغرب، ويشعر الناس بالحاجة إليها يوميا. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عرب ومن عجم، إلى آخر القصيدة الطويلة. لذلك ديننا يأمر، أو ديننا يبيح لنا على الأقل، أن نتنقل وأن نشعر بالراحة، وأن ننظر فيما خلق الله. الله عز وجل يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. الله عز وجل يتحدث عن آيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه آيات الله، آيات الله في البوادي، آيات الله في الجبال، آيات الله في ما خلق الله. المسلم أيضاً يمكنه أن يعيش فيها، ويمكنه أن يتأمل في خلق الله فيها، عندما يقول الله عز وجل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. لا يمكنك أن تفهم هذه الآية أو أن تتأملها حق التأمل إلا عندما تعيش في مكان فيه حدائق ذات بهجة، فيه ماء وخضرة وأشجار وجمال، فتتأمل في خلق الله وتقول: أمن خلق السماوات والأرض. لأنك بين الجدران لا تعيش هذه الأشياء، داخل المدن لا تعيش إلا الضغوط والأزمات والهموم، حتى الهواء غير النقي. بينما عندما يخرج الإنسان فإنه يشعر بهذه الأشياء ويتأمل. لاحظوا، حتى السياحة عندنا في المنظور الشرعي عبادة، يمكن أن تتحول إلى عبادة إذا كانت سياحتك نويت بها أن تخرج من أجل صلة رحمك البعيدة في مكان آخر، من أجل زيارة أقاربك، من أجل التأمل في صنع الله وفي خلق الله، تكون مأجوراً عليها، تعطي لنفسك شيئاً من الراحة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإن لنفسك عليك حقا، ثم بعد ذلك يكتب الله لك بها الأجر والحسنات. لكن الذي أؤكد عليه أيها الإخوة هو أنه يجب أن نضبط تحركاتنا وأسفارنا وزياراتنا بضوابط الشريعة. لا مجال لأن يكون المسلم في مكان فيه عري واختلاط ومجود، أو في أن يتفلت من أداء عباداته. من الناس من كان ملتزماً بقيام الليل في رمضان، لكنه اليوم صار يجمع الظهر إلى العشاء، بل إن بعض الشباب كأنما الصلاة واجبة مع الصيام، كأنهما مترابطان فقط في رمضان، انتهى من صيام رمضان وانتهى من صلاته أيضاً. لهذا لا يجوز. فأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من المتمسكين بدينه في الحل والترحال. أقول قولي هذا أيها الإخوة، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. لا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين،
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، رحمته المهداة ونعمته المسداة وسراجه المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، لا بد لكل مسلم أن يشعر، وأذكر مرة أخرى كما نبهتكم في الخطبة الماضية وأنبه نفسي إلى أننا قد أخذنا التزاماً مع الله عز وجل في رمضان، أخذنا التزاماً مع الله على الطاعة، قلنا إياك نعبد وإياك نستعين مئات المرات، بل ربما آلاف المرات خلال رمضان، بمعنى أننا لا نتقرب ولا نتعبد إلا لله. التزمنا مع الله عز وجل بشيء من الصيام، التزمنا بشيء من الصدقة، التزمنا عموماً بهذه الشريعة وبهذا الدين. لذلك نحتاج إلى أن نستمر، نحتاج إلى أن نتواصل. عندما أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، نزل قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نحن اليوم كذلك نقولها مع رمضان، وما رمضان إلا شهر من أشهر الله سبحانه وتعالى، أفإن انقضى وانتهى أجله وانتهت مدته انقلبنا على أعقابنا؟ كيف ننقلب؟ ننقلب على أعقابنا بترك طاعات ربنا، ننقلب على أعقابنا بفعل المعاصي التي نهانا الله عز وجل عنها. غريب أمر هؤلاء المسلمين، لا أعمم، ولكن للأسف كثير من المسلمين ما إن انتهى رمضان حتى عادوا إلى عاداتهم القديمة. ونحن في هذه الأيام يعيش الناس حفلات الأعراس خصوصاً، أين الانضباط؟ إذا لم تتعلم الانضباط للشريعة الإسلامية خلال حفلاتك وأعراسك، أقول إنك لم تستفد من رمضان قليلاً ولا كثيراً. لأنني ذكرت في أول خطبة وفي أوائل رمضان أن من أهم دروس رمضان أن نتعلم مراعاة حدود الله وأن ننضبط لشريعة الله. كيف كنت تنضبط بالإفطار في وقته بالدقيقة والثانية، وبالسحور في وقته أيضاً، وبالصلاة في وقتها في رمضان؟ لكن عندما تقيم حفلة عرس لا تجد الإنسان يضبطه ضابط، اختلاط بين الرجال والنساء، وهذا صار أمراً عادياً. ترى الإنسان على مائدة واحدة فيها رجال ونساء، هل يقبل هذا الدين؟ هل يقبل هذا ديننا؟ أن تأتي المرأة في دعوة لعرس في كامل زينتها وتجلس إلى رجل من غير محارمها على مائدة، متى كان عندنا هذا من عوائدنا؟ متى كان من أخلاقنا؟ متى كان مما يقبله ديننا؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن؟ من إذا لم يكونوا؟ لذلك صار الناس يتبعون هذه الأشياء، وصار الإنسان حتى المتدين، والله أحياناً نرى بعض المتدينين وبعض النساء المحجبات وتجلس في طاولة واحدة وهي في كامل زينتها مع رجل أجنبي عنها، وتجدها تأكل معه. وصارت عندنا هذه الأشياء التي تتناقض مع ديننا أولاً، ثم حتى مع عاداتنا وتقاليدنا المستخرجة من شريعة ربنا. أما الصخب ورفع الأصوات بالغناء سواء كان ماجناً أو غير ماجن، مجرد إزعاج الناس بمكبرات الأصوات في الصيف منكر، منكر، لا يجوز أن يقر عليه أحد. لكن المتدينون في رمضان هم الذين يصنعون هذا في غير، لأنني أتحدث عن الجميع الآن، لأننا جميعاً كنا متدينين والحمد لله في رمضان، لكن لماذا نتفلت؟ أما الذين يحضرون الخمرة في
أعراسهم وحفلاتهم، وهؤلاء لهم خطاب آخر وأمر آخر. أسأل الله تعالى أن يرد بنا جميعا إلى دينه ردا جميلا. اللهم رد بالمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أحي فينا كتابك، وأحي فينا سنة نبيك يا رب العالمين. اللهم أحي فينا شريعتك، وأحي فينا قرآنك وسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. نسألك اللهم لإخوتنا في فلسطين أن تمدهم بنصر من عندك. اللهم إن إخوانهم خذلوهم وتركوهم، نسألك اللهم أن تمدهم بعون من عندك يا كريم. اللهم اجمع صفهم وكلمتهم على الجهاد في سبيلك حتى يدحروا أعداءك وأعداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم قو سواعد المجاهدين في فلسطين. اللهم أمدهم بالمدد والعدد برحمتك يا أرحم الراحمين. أرنا اللهم عجائب قدرتك في الظلم والظالمين، وفي الطغاة والطاغين، وفي كل المستكبرين، وعلى رأسهم الصهاينة المعتدون برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد على القوم الظالمين. اللهم إنهم أشاعوا في الأرض الفساد. اللهم إنهم طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد ودمروا الشجر والحجر والبشر. اللهم صب عليهم صوت عذاب. اللهم صب عليهم صوت عذاب. اللهم أخرجهم من هذه المعركة مهزومين. الله تعالى يقول: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فنسأل الله عز وجل أن يزيدهم ألما على ألمهم. نسأل الله تعالى أن يرفع هذا الذي وقع على إخواننا في فلسطين حتى يعيشوا أحرارا في بلدهم، أحرارا في وطنهم، وهم لا يطلبون مستحيلا. هؤلاء لم يعتدوا على أحد ولا غزوا أحدا في داره. هؤلاء مظلومون مقهورون في وطنهم، بل أخرجوا من وطنهم الأصلي إلى جزء آخر من وطنهم، ثم بعد ذلك يفعل بهم ما يراه الناس الآن، والجميع يتفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاللهم إنا نسألك أن تكون لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا وعاصما وأجيرا. اللهم احقن دماء المسلمين في الشام، اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا، اللهم احقن دماء المسلمين في العراق. اللهم وحد صفوف المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. وفق اللهم أمير المؤمنين محمدا السادس لما تحبه وترضاه. أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. هيئ له اللهم بطانة صالحة تعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا أنسى أيها الإخوة، بعض الإخوة يرجون منكم الدعاء لهم بشفاء مرضاهم. اللهم اشف أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، واقض اللهم حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأد الدين على المدينين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.